فهاد الفيديو الخوت غنوريكم كيفاش تبداو التجاره الالكترونيه بدون متجر الكتروني بدون اي مهاره بدون راس المال، وهذا الشيء غيكون صالح للمبتدئين. تقدروا تبداو هذا الشيء اون باراليل مع الخدمه ديالكم ولا القرايه ديالكم، وتقدروا من بعد ترجعوه فول تايم، يعني تخدموا فيه كالخدمه ديالكم الرئيسيه. من بعد ان شاء الله ملي تبداو تدخلوا الفلوس وتقنوا بهذاك الدولار، وهذا الشيء الخوت يقدر يدخل لكم حتى 1000 دولار في الشهر ولا 10000 دولار في الشهر، شحال ما عطيتيه ديال الوقت شحال ما ان شاء الله تقدر تدخل. خاصك غير تخدم على راسك، ما تعطينيش الاعذار. كنعرف ناس الخوت اللي خرجوا من الخدمه ديالهم من 9 ل 5 باش يديروا هذا البيزنس هذا ويرجعوه هي الخدمه الرئيسيه ديالهم، وياخذوا الحريه الماليه وياخذوا الحريه ديال يتحركوا ويمشيو فين ما بغاو ويديروا داكشي اللي بغاو ويربحوا شحال ما بغاو ديال الفلوس. الناس الخوت راه كتبدل حياتها، حتى نتوما غتقدروا تبدلوا حياتكم. غير تصنتوا معايا من الاول حتى الاخر باش غتعرفوا البلان كامل كيفاش داير، وتشوفوا هادشي شحال ساهل باش تقدروا ديروه ان شاء الله. وخصكم غير تعطوني الودينه ديالكم وشويه ديال الدماغ ديالكم ديال التركيز، وان شاء الله غادي تعرفوا البلان كامل كي داير. الطريقه كيفاش كيخدم هادشي الخوت، غادي نجيبوا واحد ديزاين وغادي نحطوه في واحد الاب، داك الاب بلا فلوس، والديزاين حتى هو غنوريكم كيفاش غادي تجيبوه تقريبا بلا فلوس. داك الديزاين تيتحط في بزاف ديال لي برودوي بحال التيشيرتات، البوب سوكيتس، الفون كيسز اللي هما لي بوشيت ديال التليفونات، ولا لي كوفير ديال الخدادي، بزاف بزاف ديال لي برودوي اللي هادشي كيخدم فيهم. ها هو غير مثال، انا صوبت هاد الديزاين هذا وحطيته في التيشيرت ديالي مثلا. واهم حاجه الخوت هي ما نحتاجوش نديرو لا ستوك لا والو، ما كاينش الالغاء ديال المبيعات من طرف الزبون، ما كاينش ريتيرنز يعني الزبون ما يرجع ليناش السلعه ديالنا، ما كاينش المشكل ديال الارسال يعني ترسلوا البضاعه للزبون. نتوما ما كديروا حتى شي حاجه من هادشي الخوت، نتوما غير كتطلعوا الديزاين، وملي كيتباع داك الديزاين كتربحوا الفلوس الخوت. سو هاد البروسيس الخوت فيه 4 ديال الخطوات، خاصكم تبعوا هاد الخطوات مزيان الخوت باش تفهموا البلان كامل كيفاش داير وتعرفوا كيفاش تخدموا. راه الا سكيبيتي الفيديو ما غاديش تفهم، فانفيستي واحد 8 ولا 10 دقائق فراسك باش تحاول تفهم البلان كامل. ستيب الاولى هي غادي نلقاو واحد النيش ولا واحد فئه معينه ديال الناس اللي غادي نفيزيوهم ولا غادي نسيبليوهم. ستيب الثانيه خاصنا نصوبوا واحد ديزاين، لما كنعرفوش نصوبوا الديزاين ها ما غنوريكم منين غادي تجيبوا الديزاينات الخوت تقريبا بلا فلوس، يعني ماشي لا بدا تكون ديزاينه ولا شي حاجه بحال هكا. بدولار واحد الخوت غادي تقدروا تجيبوا الديزاينات اللي بغيتوا، تقدروا تجيبوا داك لي زيليمون ديال الديزاين جرافيك اليمنتس وحتى الخطوط اللي تقدروا تخدموا بهم، وهذا الشيء كامل غادي تانفيستي غير دولار واحد. قهوة. ستيب الثالثة غادي تموديفي داك الديزاين هذاك واحد شوية، غادي نوريكم واحد لابليكاسيون اللي غادي تقدروا تستعملوها بلا فلوس حتى هي الخوت، وكيفاش كتموديفيو داك الشيء هذاك بواحد الطريقة اللي ساهلة ماهلة وما تحتاج لا مهارات لا حتى شي حاجة، لأن ما باغينش نهزو داك الديزاين هذاك ونحطوه كيف ما جايبينو لحقاش ما غاديش نكونو يونيك. والستيب الرابعة هي غادي نهزو داك الديزاين اللي صوبنا وغادي نحطوه في داك لابليكاسيون هذيك باش اون فوا غادي يتباعو داك الديزاينات ديالنا اللي نكونو ناسين الفلوس غادي تدخل لينا. غادي نستعملو الخوت باش نبيعو الديزاينات ديالنا اليوم هو ريد بابل. هاد ريد بابل واحد السيت اللي كتحط فيه الديزاينات في التيشيرتات، بزاف ديال لي برودوي ديال البرينت اون ديماند ولا الطباعة عند الطلب، كيحطوهم في الفون كيسز، البوشيطات ديال التليفون، بزاف ديال لي برودوي. كيما قلت لكم أول حاجة خاصنا نديروها دابا الخوت هي نلقاو شي نيش ولا شي فئة ديال الناس معينة اللي غادي نفيزيوها ولا نسيبليوها باش غادي نبيعوا ليهم الديزاينات ديالنا. مادام ان 4th of July اللي هي عيد الاستقلال ديال الميريكان قرب، قلت اجي نقلبوا فيه نشوفوا واش نلقاو شي حاجه زوينه. بكت على 4th of July وانا نلقى هاد الديزاينات هادو، ولكن خصنا نزيدو نتعمقوا شويه لحقاش كما كتشوفوا كاين 186000 ديال لي ريزولطا، بزاف خصنا نزيدو نتعمقوا شي شويه لتحت. وكل ما تعمقنا كل ما زادوا عندنا الحدود باش اننا نبيعوا، لان كنوليو مو سبيسيفيك يعني كنوليو متخصصين اكثر في ذاك النيش هذيك اللي كندخل لتحت. وكنقدروا نديروا حتى الكروس نيشين، يعني نخلطوا نيش مع نيش ونخلطوا كونسيبت مع نيش باش نجيبوا شي حاجه اللي تكون شويه يونيك. غير كنشوف بحال هكا وانا بان ليا النيش ديال الامهات ولا النيش ديال الجدات، ثقوا بيا النيش ديال الجده راه خدامه مزيان، جراندما ولا نانا. جيت لهنايا وكتبت 4th of July جراندما، نقصنا من لي ريزولتا 4008 ديال لي ريزولتا او ليو دو 186000. قلت مع راسي هاد الديزاين هذا زوين، اجي نشوفو واش نقدرو نديرو شي ديزاين بحال هذا. جيت لهنايا وكتبت
4th of July Messy Bun All American Nana خرجوا لي يا ريت من يدي لي ريزولتا. هذا هو الديزاين اللي غادي نخدموا عليه الخوت. احنا خلطنا Messy Bun مع 4th of July ومع All American Nana، خلطنا ثلاثه ديال الحوايج بقى وحده، وزيد عليها حتى السان جلاسز وداك الشيء هذا. دابا غتقول لي يا اخي عدنان واش انا غنعرف نصوب شي ديزاين بحال هذا؟ تري كومبليكي، ما تخممش اخي، غادي نوريك واحد الطريقه اللي تصوب فيها الديزاين هذا في جوج دقائق. غادي نمشيو للكرياتيف فابريكا وغادي نكتبوا 4th of July Messy Bun، شوفوا شحال ديال لي ريزولتا غادي يطلعوا لينا الخوت، عرام ديال لي ريزولتا. انا غادي نختار هذا ونداونلوديه. او شتو الخوت كيطلع غادي نعدلو عليه في واحد لابليكاسيون وحده اخرى اللي هي كانفا. علاش الخوت؟ باش نكونوا شويه اونيك، ما نكونوش بحال الناس كاملين الاخرين اللي غير هز ديزاين من هنايا وغيمشي يحطو. باش غندخلوا لكانفا غادي نمشيو لجهه البروفيل ديالنا ونكرييو ديزاين بحال هكا. غندخلوا لي ديمونسيون ديالنا، انا غندخل 4500 بيكسلز على 4500، لحقاش حتى هي نفس لي ديمونسيون ديال ميرج باي امازون. وغنكليكي على create new design، غادي يطلع لنا هذا الارت بورد بحال هكا، وغندخلوا الديزاين ديالنا. غير كنهزوه وكنحطوه هنايا ساهله مال القضيه. دابا غادي نمسحوا هاد مام لايف، هادي ما باغينهاش لان غادي نزيدوا التكست ديالنا واحد اخر اللي هو All American Nana. نقدروا غير نكتبوه من هنايا من كانفا، ولكن علاش علينا؟ غادي نجيبو شي ديزاين واجد وغادي نحطوه هنايا، وحنا خلطنا ديزاين مع ديزاين، ما كاينش اللي غادي يشك في شي حاجه، ما كاينش اللي غايقول لك حتى شي حاجه، لانك نتايا بدلتي على داك الديزاين هذاك، خلطتي ديزاين مع ديزاين ورجعتي ديزاين واحد اخر يونيك. يقول لك اخاي ورك سمارت ماشي هارد، يعني خدم العقل ديالك ماشي غير خدام كتهز الثقل. ولا بغيتو الخوت هاد الديل هذا ديال كرياتيف فابريكا راه غير بدولار واحد، كتاخذوا كلشي، الفونت اللي هما الخطوط، كتاخذوا الديزاين اليمنت. شوف كاين انليميتد اكسس تو اوفر، يعني اكسس انليميتي لكثر من 4 مليون ديال الخطوط والديزاينات بدولار واحد الخوت. الديل هذا راه ميمكنش، درنا معاهم بارتنرشيب باش نجيبو لكم هاد الديل هذا ان شاء الله وتستافدوا مزيان، لان فريمون غادي يفيدكم باش تبداو البيزنس ديالكم. تقدروا ديروا الالغاء ديال الاشتراك من الشهر الاول الا بغيتوا، لان في الشهر الثاني كيقطعوا لكم 19 دولار ماشي دولار واحد، وحتى 19 دولار ديجا فيها البروموسيون، لان نورمالمون 29 دولار وكيحسبوا لكم غير 19 دولار الخوت لحقا جايين من عندي، وكتاخذوا 35% ديسكاونت. ولا بغيتوا تجربوا غير داك الشهر الاول وتحبسوا في اي وقت بغيتوا، ما كاين حتى شي اشكال، لا حرج عليكم الخوت. كيعطيكم الخوت بيرسونال اند كوميرشال لايسنس انكلودد، يعني هذا ديزاينات اللي كيعطوكم وهاد الفونت تقدروا ديروا بهم شنو ما بغيتوا، تبيعوا ديزاينات ديالكم اي حاجه بغيتوا. ها اللايسنس الخوت هنايا كتقدر تخيي دي ديزاين اللي ميتي فيزيكال ولا ديجيتال الخوت، تستعمل هادشي في البي او دي يعني الطباعه عند الطلب، وحتى ديجيتال برودكت الخوت تقدر تبدل التمبليت كيف ما بغيتي اللي كليون ديالك لا بغيتي ولا شي حاجه بحال هكا. وحاجه اللي مهمه بزاف هي ان واخا تحبس سبسكريبشن ديالك تقدر تبقى تبيع لي برودوي ديالك، ما كاين حتى شي اشكال. كاين دي بلاتفورم واحد اخرين اللي كيقول لك الا حبستي السبسكريبشن ديالك ما غاتقدرش تبقى تبيع داك لي برودوي ديالنا اللي خيتي بالسبسكريبشن، مي هادو كيقول لك مادام ان صوبتي داك لي برودوي وانت كانت عندك سبسكريبشن، ملي تحب السبسكريبشن تقدر تبقى كتبيع داك لي برودوي، ما كاين حتى شي اشكال. مهمه بزاف هاد القضيه الخوت. دابا اجي نرجعوا للديزاين ديالنا، بغينا نحيدوا هاد مام لايف، كيفاش غادي نديروا ليها الخوت؟ كاين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي بلا فلوس، كتمشي للالمنتس كتجبد شي شيب ولا شي حاجه، مثلا غير مربع بحال هكا كتجيبو لهنايا وتحطو فوق من هاد الكتابه، كدير اللون ابيض بحال هكا انتما كما كتشوفوا، كتابه مشات. مي ما كتعجبنيش هاد الطريقه هادي، الطريقه اللي كتعجبني هي هادي اللي غنوريكم دابا. كنبركو على هاد ليماج هادي، كنمشيو لاديت ايميج، كنبركو على باك جراوند ريموفر، غنجيو لهنا الايريز، نكبروا هاد البراش سايز هادي، غادي نمسحوا هاد الكتابه بحال هكا. كيش حساله، نبركو على الدان، ها هي تصاوبات لينا. دابا غادي نجيبو تكست الاخر اللي هي All American Nana، قلبت عليها في كرياتيف فابريكا ولقيتها. انتما كاين عرام ديال All American Nana، مي انا اختاريت هادي. نبكو على داونلود، احنا دخلنا هذا بالخوت. دابا غير غنمسحو هاد سانجلاسز هاد، نبكو عاوتاني على باك جراوند ريموفر، نبكو على ايريز، نكبو هاد البراش هادي ونمسحو بحال هكا. هانتوما الخوت، شوفوا الماجيك كيفاش داير. هاد الديزاين تقاد لينا الخوت، دابا غنكبرو الديزاين كامل، نقدو في الوسط، هاو صاوب لينا الديزاين الخوت، فين زويون ونعطي اللين. باي ذا واي الخوت خاصكم تكون عندكم كانفا برو باش تقدروا تمسحوا الباك جراوند بحال اللي درت انايا هكا. نورمالمون كيدير شي 9 دولار 99 ولا 10 دولار في الشهر، ولكن غنعطيكم 30 يوم فري ترايل، يعني تقدروا تستعملوه بلا فلوس لمده شهر الخوت. غنخلي لكم اللين تحت في الديسكريبشن، حتى اللين ديال كرياتيف فابريكا وكلشي غادي تلقاه
تلقاوه لتحت في الديسكريبشن الخوت. دابا خاصنا نداونلوديو هذا الشيء هذا يعني نحملوه على الحاسوب ديالنا. بكوا على شير بكوا على داونلود. خاصنا لابد نختاروا بي ان جي ولا بدا نبركوا على ترانسبيرنت باك جراوند باش الخلفيه ما تبانش يكون غير الديزاين ديالنا. نبركوا على داونلود. ها هو طلع لينا الديزاين الخوت. دابا غنمشيو للخوت الريد بابل وغادي نمشيو للجهه ديال الاكونت ديالنا وغنبركوا على اد نيو ورك. طلع لنا هاد اللعبه هادي وغادي نحطوا الديزاين ديالنا هنا بحال هكا. ها هو طلع الخوت شفتوه. دابا باين ناضي. خاصنا غير نقادو الديزاين على هاد لي برودوي هادو. انا نوريكم كيفاش نقادو التايتل والتاكس والديسكريبشن ديالنا. نبداو بالتاكس هما الاولى. نمشيو لجوجل وغنكتبوا ريد بابل تاج جينيريتور. اختاروا هادي الاولى ولا اي وحده بغيتوا راه بلا فلوس الخوت. غنجيو لهنا ونبركوا 4th of July get tag. نكوبيو هاد التاكس هادو ونحطوهم. نتاكدوا ان ما فيهم لا كوبي رايت لا حتى شي حاجه ونحطوهم هنا. الا كاينين شي كيوردز اللي ما عندهمش علاقه بالديزاين ديالنا نحيدوهم. مثلا هاد جيرمان شيبرد هادي ما عندي لاش نخليها. نزيدو عاوتاني نديرو اول امريكان نانا. كوبيو هاد الكيوردز هادو حتى هما ونحطوهم هنا. نقدروا نزيدو ميسي بان مام لايف سان جلاسز. شنو بغيت تقدر تزيد غير شي حوايج مانويلمون بحال هكا. دابا خاصنا نصوبو التايتل. غندير اول امريكان نانا 4th of July ميسي بان سان جلاسز باتريوتيك. وهما غادي يزيدو ما عندهم تي شيرت وداك الشيء هذا كامل. نقدروا نزيدو هنايا في تاكس باتريوتيك. وهاد الديسكريبشن هادي خاصنا نستعملو هاد التاكس ولا الكيوردز مزيان باش نكتبو شي ديسكريبشن اللي كتكون مقنعه بالنسبه للزبون باش يشري وفي نفس الوقت باش نبينو الديزاين ديالنا في جوجل وحتى في ريد بابل وداك الشيء. سهلة مهلا الخوت. غير غتلصقوا هاد الكيوردز هادو وغادي تصوبوا الديسكريبشن ديالكم. ماشي شي حاجه اللي صعيبه اللي غادي نحتاج نشرحها. دابا كيفاش غادي تقادوا كيفاش كيبان الديزاين. غتبركوا غير على اديت بحال هكا. تقدروا تبدلوا لي كولور كيف ما بغيتوا. ما غنديروش الكحل لان الديزاين ديالنا كحل. خاص يكون واحد الكونتراست ولا اختلاف ما بين الديزاين والكولور ديال التيشيرت ولا ديال البرودوي ديالنا. نكبروا الديزاين بحال هكا. نقدروا نقادوه كيف ما بغينا. هنا كنقدروا الخوت نبدلوا رويالتيز ديالنا يعني الماك اب شحال ديال الفلوس ولا الكوميسيون اللي غادي تعطينا ريد بابل ملي نبيعو التيشيرت ديالنا. نقدروا نسيليكسيونيو هذا الشيء هذا كامل. نقدروا نسونطريو اوريزونتالمون ولا فيرتيكالمون ملي نساليو نبركو على ابلاي تشينجز. غنديرو نفس الشيء مع هذا الشيء هذا كامل بحال دابا هكا. الكاب هذه خاصنا نقادوها مزيان. خاصنا نصغرو ديزاين بحال هكا كما كتشوفوا وكنقادوه من هنايا باش يبان هنايا مزيان. نقدروا تبدلوا الكولور الى غير ذلك. رويالتيز الى غير ذلك. ابلاي تشينجز نفس الشيء مع لي برودوي كاملين. قادوهم بالطريقه اللي تبغيو وان شاء الله ملي نساليو غادي نهبطوا لتحت ونوريكم شنو دير. شوفوا كيفاش بانت هاد ستيكر الخوت. كتبان واعره. ستيكرز هما من احسن لي برودوي اللي كيتباعوا مزيان في ريد بابل الخوت. انا ننصحكم تطلعوا الديزاين ديالكم لي برودوي كاملين لان شنو ما تباع مزيان. هالفون كيسز حتى هما نبكوا على ادي. نصغروا ليماج باش تبان مزيان بحال هكا. نهبطوها هنايا زيد صغار تبان مزيان هكا كتبان صافا. نبكوا على ابلاي تشينجز حتى هي قبل ما قادو الرويالتيز ديالنا وداك الشيء هذاك. ابلاي تشينجز المهم ما غاديش ندوز عليهم كاملين الخوت لان كاين بزاف. نساليو غادي نهبطوا لتحت غنسيليكسيونيو وحده ولا جوج ديال لي زوبسيون. نديرو ديزاين ان الستريشن ونديرو دروين كاع. وهنا خاصنا نبينو الديزاين ديالنا لكل شي الناس اللي كيقلبوا عليه. الو غادي نبكو على اني بودي بحال هكا اللي كتكون هي باي ديفولت يعني كتجي بحال هكا. از ذيس ماتشيو كونتنت؟ لا غنديرو نو يعني واش هذا كونتنت ديال لي زادولت وداك الشيء هذاك فيه مسائل اللي ما صالحينش للدراري الصغار. كنديرو نو. كنبكو على اي هاف ذا رايت تو سيل برودكتس وداك الشيء هذاك يعني عندي لا ليسونس عندي الحق باش انني نبيع هاد الديزاين هذا لحقاش خدينا سبسكريبشن مع عند كرييتيف فابريكا مع عند حتى شي مشكل في هادشي هذا. ونبوبليو الديزاين ديالنا. نبكو على سيف ورك. كطلع لنا هاد ليكخون بحال هكا كيتقد في البلاصه الخوت. هادشي باش كيعجبني. كيبقى واحد 15 دقيقه باش كيديروا لك الريفيو ديالك لي برودوي كاملين ولا الديزاين ديالك. كيشوف واش عندك شي مشكل من ناحيه الكوبي رايت وتريد مارك وداك الشيء هذاك. سينو كيخليوه يدوز وتيبدا يبان في ريد بابل ماركت بليس الخوت. ها انتم شو داك ستيكر كيفاش كتبان. كتبان واعر. وهكا الخوت كتقدروا تبداو في التجاره الإلكترونية بدون أي إكسبيريونس بدون ستور يعني ما تحتاجش يكون عندك متجر إلكتروني وكتبدا غير بدولار واحد. شنو هو دولار الخوت؟ 10 دراهم قهوة وعندك شهر باش تقدر تخدم هادشي تجعلو يخدم مزيان. راه ما يمكنش ما تدخلش الفلوس. راه ما يمكنش ما يمكنش. أنتم ريد بابل هما اللي كيعطيوك ستور هما اللي كيعطيوك المتجر الإلكتروني. شو داكشي كيفاش كيبان؟ كيصوبوا لك الموكابس ما كديروا والو. أنتم غير كطلعوا الديزاينات كدوا شي ديزاين زوين. باي ذا واي هادشي ما كيبانش مزيان لحقاش ما قديتوش لان ما
عنديش الوقت باش نقاد كلشي. المهم غير وريتكم البلان ونتوما تبعوا البلان مزيان وما يكون غير الخير. على بركة الله طحنوا بهذاك الدولار، ما تيأسوش، غير خدموا، عطيو الجهد، عطيو الوقت. كتقدروا تطلعوا بزاف ديال الديزاينات في النهار الخوت، ماشي غير ديزاين واحد. الو كل ما طلعتي ديال الديزاينات كل ما كتطلع من لا شونس ديالك ولا من الحظ ديالك باش انك تبيع وباش انك تدخل الفلوس. انا كنعرف ناس الخوت اللي هذه هي الخدمه ديالهم، قالوا باي باي للخدمه مع الناس 9-5 وداك الشيء هذا، كيدخلوا الاف الدولارات في الشهر. راه بقات مساله ديال المايند سيت، بقات مساله ديال واش باغي تخدم ولا باغي غير تلعب مع راساتك. المهم احنا عطيناكم البلان الخوت، انا خليت لكم اللين تحت باش تاخذوا هذا كرييتيف فابريكا بدولار واحد الخوت، باش تبداو انفيستيو في راسكم في البيزنس ديالكم وتبداو الخدمه ان شاء الله. وخليت لكم اللين تحت باش تاخذوا حتى كانفا برو باش تقدروا تحيدوا داك الباك جراوند وداك الشيء هذاك، وتقدروا داونلوديو البي ان جي بدون خلفيه. عندكم شهر الخوت لانفيستيسمون توتال اللي هو دولار واحد، الا ما خدم لكمش داك الشيء وعطيتو الدق وعطيتو الخدمه وليفور والوقت، تقدروا تلغيو الاشتراك ديالكم ديال كانفا برو وديال كرييتيف فابريكا. انفيستيسمون ديال دولار واحد الخوت، راه غير اللي ما بغاش. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم تحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع. اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من حتى لزيد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم اللين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 200 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم اللين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم اللين حتى هو تحت. الا استفدتوا من هذا الفيديو ديروا واحد اللايك، اشتركوا في القناه راكم غتستافدوا مزيان ان شاء الله، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم. خليوا لي دي كومونتير لتحت ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.